إن شئتم أن ترفعوا يوم القيامة وتعظموا وتكرموا وترحموا فليهدي أحمد فالزموا. وإذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا. وخير من دفن بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأحسن منك لن ترى قط عيني وأجمل منك لن تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مرة أخرى من هذا المكان المقام للمغفور له بإذن الله تعالى الحاج إبراهيم أبو المجد القرآن الكريم وقارئنا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ قريبا بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بسراوة أشمون منوفية فضيلة القارئ الشيخ حسان الشاذلي حسان فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم
القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيهن
رزقكم. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله ليعطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
أرضيت بالحياة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرون شيئا ولا تضرون شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا
فقد نصره الله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله
جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك وسيحلفون بالله وسيحلفون بالله وسيحلفون أنفسهم والله يعلم والله يعلم والله يعلم الله يعلم إنهم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون عفوا
الله عن كلمة أذيت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. عفى الله عن كلمة أذيت لهم عفى الله عن كلمة أذيت لهم عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وطال من كاذبين. صدق الله العظيم. أيها الحكم تعالى الله قائلها تهدي الحيارى وتشفي كل ذي سقم. فاجعل كتاب الله اليك مذكرا في كل آن ثم منه تعلمي. داوم عليه دراسة وقراءة يهديك ربك الى الطريق الاقوم ويزيدك الرحمن عزا. تبادر واغتنم. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون اشنا واياكم في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي تلقاها سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ حسان الشاذلي حسان قرأ القرآن الكريم والمقيم بصراوة التابع لمركز ومدينة اشمون. ولقد نقلناها لكم بفضل وبتوفيق من عند الله عز وجل عبر اقوى مكبرات الصوت والإنارة وكبرى مخازن الفراش الحديثة الكبرى التي تطلب وتوجد دائما بمحلات ومخازن الحاج حسن بيرو واولاده المقيم بالفرعونية وللسادة المعزين قبول العزاء. وشكر الله سعيكم جميعا.